نبداو ديليس دو دات. دونك غنديرو 100 غرام ديال الشوفان اولا داك الكورن فليكس ديال لو ري سوفلي، غنزيدو عليه جوج معالق ديال السكر سنيده وجوج معالق ديال الزبده ونديروه في الفران يتحمر. دونك من بعد ما درنا الفلوكون دافون يتكراميليزا، دونك عندنا هنايا غادي نبداو البريستيج بالتمر. دونك عندي مي ناخذ 100 غرام ديال الزبده في 70 غرام ديال السكر سنيده في لا روسيت 100 غرام، ولكن انا غندير غير 70 غرام لان ديجا التمر حلو. دونك وعندي نص كيلو ديال التمر، دونك غندير فوق البوطه سكر سنيده مع الزبده حتى يذوبوا لي، ومن بعد غادي نضيف عليهم داك التمر وغادي نبقى نحرك 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 حتى يتخلط لي الخليط مزيان ويذوب لي داك التمر ونتلاقاو. فوالا دابا هنايا من بعد ما داب لي الخليط كله تنسجمت لي العناصر، هانتوما تتشوفوا كيفاش الخليط ديالها كيفاش داير. دابا غادي نخويها كلها في ان بول وغادي نضيف على داك الفلوكون دافوان لي تكراميليزا كله. دونك هانتوما يا شوفوا بعدا هذا سميتو الخليط كيفاش ولا ديك شرب ديك الزبيده وديك السكر، صافي ما بقاش لان داك السكر تيدوب كله. دونك ومن بعد غادي نخلطهم مع داك الفلوكون دافوان وغادي نديرهم في الثلاجه حتى يبردوا، وغادي نديرهم دي بول وغناخد ان مول دوك لي مول يكونوا بومبي اولا مدور اللي بغيتو نتوما، وغدهنوه بالشوكولا بلون اي داك الباتا غلاسي غير بالباتا غلاسي وغتخشيوه يبرد وغديروا ليه الكوش الثانيه ديال الشكلاط، ومن بعد غادي تخشيوه عاوتاني يبرد وغادي ديروا كويرات ديال التمر في كل وحيده غديروا فيها كويرات تاع التمر وتغطيو بالشكلاط، تغطيوهم بالشكلاط. دونك هانتوما شوفوا هنايا سميتو كيفاش تكراميليزا الفلوكون دافوان، دونك وغادي تغطيوهم بالشكلاط وتخشيوهم يبردوا ونتلاقاو ان شاء الله باش ما نطولوش لان الفيديو طويل. انايا تنختصر لكم باش ما نطولوش لا فيديو. دابا هذه مفهومه، غادي ديروهم كويرات وديروا الباتا غلاسي بيضه في لي مول اللي بغيتو نتوما كاريين اولا بومبي اولا انا اختاريت البومبي، وغادي ندير هاد غادي نعمرهم بالشكلاط ونديرهم يبردوا المره الاولى ونعاودهم نعاود عاوتاني لا كوش الثانيه ديال الشكلاط ونعمرهم بون بول كويره ديال هاد التمر هذا من بعد ما يكون برد ليا صافي، ونغطي عاوتاني بالشكلاط ونتلاقاو في لا ديكوراسيون ديالو ان شاء الله. دونك هانتوما شوفوا انا تنخلط مزيان، خاص الخليط كله يندمج. هنايا بالنسبه للبريستيج الثاني عندي لي فيوج بالشكلاط. دونك بالنسبه لهاد لي فيوج بالشكلاط دونك غادي نحتاجو 360 260 غرام ديال الشكلاط بالحليب، 260 غرام ديال الشوكولا غيش بالحليب اللي غادي نضيفو عليه 240 غرام ديال دونك 240 غرام ديال الحليب محلى 240 و20 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. انا عندي هنايا 30 غرام، سمحوا لي 30 غرام انا عندي هنايا ديجا دايبه، دونك غادي نضيفها دايبه. سي بون، دونك عندي 240 غرام ديال لي زاموند كونكاسي محمرين في الفران. دونك غادي ندوب هاد الشيء هذا، غادي نديرو فوق البوطو غنبقى تنحرك حتى يدوب لي الخليط ونتلاقاو باش نضيفو عليه لي زاموند كونكاسي خارج النار. دونك هنايا تنحصلو على خليط بحال هكذا، دونك غادي نضيفو عليه لي زاموند كونكاسي محمرين، نخلطو مزيان. فوالا خليط يولي عندنا بهذا الشكل. فوالا
دونك عندي ليمون هادو مدورين، خدو نتوما اي شكل بغيتو، كاري خدوهم كاري. تنقلب على النمرة SF027، دونك انا غنديرهم فيهم، نتوما ديروهم بغيتو لي مول كاري ديروهم، بغيتو اي شكل عندكم ديروهم. دونك غنديرهم وغنخشيهم في الكونجيلاتور يبردو، ونتلاقاو من بعد من يبردو لنا. بالنسبة للبرستيج الرابع، دونك غادي نديرو هنايا عندي 200 غرام ديال البراليني، 200 غرام ديال البراليني، غادي نضيفو عليها 300 غرام ديال الشوكولا اولي. انا ما عنديش 300، ما عنديش شوكولا اولي 300 غرام، دونك درت 200 غرام ديال النوار و 100 غرام ديال البيض، دونك 300 غرام ديال الشوكولا اولي. غادي نذوبهم مزيان وغادي نضيف عليهم 100 غرام ديال اللوز كونكاسي اولا افيلي محمر في الفران، ونتلاقاو ان شاء الله دابا. دونك هنايا من بعد ما داب لينا البراليني مع الشوكولا اولي، اللي انا درت 200 غرام ديال الشوكولا نوار لان ما كاملاش عندي 300 غرام، ودرت 100 غرام ديال الشوكولا بلون. دونك انا ذوبتهم، دونك وغنضيف عليهم لي زاموند كونكاسي. فوالا سي بون هكدا. دونك عندي هاد لي مول هادو صغيورين بحال فوالا، نتوما شفتو صغر من هذاك المدور اللي خدمت بيه قبيله، صغر منو. دونك ها هو، دونك صغيورين. هذا سي هذا غير دوك النورمال، هادو غير ديال ماشي ديال الفران. دونك ها هو صغيورين، دونك انا غنديرهم فيه غنعمرهم وغادي نخشيهم في الكونجيلاتور يبردو، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد من يبردو. هنايا بالنسبه لديليس ديال التمر، دونك عندي لي سابلي كاري، دونك ناخذهم. انا هنا درت خليط ديال الكونفيتور مع واحد معلقه ديال الكونفيتور، معلقه صغيره ديال الجلوكوز، ومعلقه صغيره ديال الناباج. دونك سخنتهم فوق العافيه وخليتهم تبردو، هما دابا لي تندهن بهم. هانتوما شفتو تندهن لي كوتي، وعندي لي زامون دي فيلي محمرين وهرمشتهم. اللوز رقائق اللوز لي حمرتهم وهرمشتهم، دونك غادي ندوز هاد الشناب ديال السابلي هكدا في هاديك رقائق اللوز. دونك غادي ندوزهم مزيان هكدا، وغادي ندير نقطه ديال باتا غلاسي، وغادي نلصق دوك ديال التمر، دوك لي بول اللي درنا ديال التمر هكذا، وغادي نحطوهم يبردو بعدا، وعاد ديك الساعه غادي نتلاقاو بوغ لا ديكوراسيون. غادي ندوز عليهم غير بالخطوطه ديال الشوكولا بلون، غندير فيهم شويه الكولورون غوز وغندوز عليهم خطوطه. دونك انا نعاود معكم وحيده. دونك غناخذ لي سابلي كاري، غادي ندوز بهذاك الخليط ديال كونفيتور غلوكوز ناباج. دونك غندوز عليهم من الجنيبات، وهذوك الجنيبات غادي نغمسهم في لي زاموند افيلي لي محمرين ومرقاهم مهرمشاهم في بيديا، وعاونت شويه بالمهراز بحال هكا. دونك غندير نقيطه ديال باتا غلاسي، وغادي نلصق فيها ديك لابول اللي درنا ديال التمر. دونك هكذا غنحصلوا على ان سابلي بهذا الشكل. دونك غنخليهم ينشفوا ويلصقوا ليا مزيان، وعاد دابا غنديكوروهم، غنكمل باش نديكوريو كلشي في خطره. هنايا ديليس ديال التمر، دونك ها هويا تنحصلوا على شي حاجه بحال هذا هانتوما، والمذاق رائع بزاف، عاد تنتمنى انكم تجربوه. دونك هذا بالنسبه للاول اللي درنا ديليس ديال التمر، ها هويا. دونك هادو دوك لي ديال الترونسفير درتهم انايا، هذا سميتو
عمرتهم بالشوكولا، درت اللون غوز، درت خطيطات وعمرتهم بالشوكولا. هادو باردون هما، وحيدتهم. اللي بغات دير هذا اون غوزاس ديرهم وريضه ولا اي حاجه ديرها. انا خدمت بداك الشيء اللي ساهل ليا لان ما كانش الوقت. دونك هانتوما هو هذا دابا الشكل الاول. دابا غنكملوا الشكل الثاني. فيتش ها هما، من بعد ما بردوا لنا مزيان في الكونجيلاتور تنحصلوا على شكل بحال هكا. حاولوا تفينيو. دونك تناخذوا الشوكولا دايب وتنحطوه فيه هلا هكذا هكذا، تتهزوه تتصفيوه مزيان وتتحطوه فوق بابيي سيفيغيزي وتديروه في الثلاجه عاوتاني يبرد. دونك باش ما نطولش، دونك صافي مفهومه القضيه. هذا بالنسبه لي فيوج ديال الشوكولا. هنايا من بعد ما بردوا لنا لي فيوج، دونك تناخذوا النوكا اللي درنا تلصقوها فوقهم هكا، راه تتلصق بوحدها. وتناخذوا لو فيوج تحاولوا تفينيوه الا خارجه منه شي حاجه. تتاخذوا لي لونغيت تديروا فيهم شويه ديال الشوكولا وتتلصقوه فيهم. دونك هنايا بالنسبه للوغون والشوكولا، دونك هاهمايا هما هادو. دونك نحيدوهم من لي مول، نفينيوهم ونلصقو كل جوج، نلصقوهم بشويه تاع الشوكولا ونحطوهم فوق النوكا، نلصقوهم فوق النوكا بشويه تاع الشوكولا تاعهم. عاد هنا من الفوق تديروا فيهم اي حاجه بغيتوا، اون غوزاس، تديروا شي فلور صغيوره، اولا بغيتوا تزوقوهم بوريضه ديال باتا سوكر اللي بغيتوا. دونك انا ندير معكم بعدا هادو. دونك هنا خدو كل جوج، ديرو شويه ديال الشوكولا، تلصقو عليه وحده اخرى. هكذا وتحطوهم، ديروا شويه الشوكولا فوق النوكا وتحطوهم هكذا. دونك دابا انا غنكمل عاوتاني ونتلاقاو. دونك هنايا الشكل الاول ها هو كملناه ديال هاد لي غون. دابا الشكل الثاني غناخذوا دي صابلي نديروا فيهم شويه ديال هذا سميتو ديال الشوكولا، نلصقوا فيهم واحد النوكا نسقو فيهم النوكا، وغناخدو شوية الشوكولا عاوتاني غنحطوه، وغنحطو فوقو غير وحيدة من دوك لي غون هكذا هكذا. وهنايا في هاد الجناب غادي ندهنوه، غنوريكم كلشي لافينيسيون. دابا غادي ندهنوه هكذا وغادي ندوزوه في اللوز إفيلي أولا كونكاسي اللي بغيتو هكذا هكذا بهاد الشكل. دونك أنا غنكمل لي صابلي ديالي ونتلاقاو عاوتاني. هنايا غادي نديرو واحد لي فريونديز تونيزيان لي تيجيو فريمون رائعين بزاف 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 بزاف. عاد تنتمنى انكم تجربوهم هاد لي فريونديز لانهم خطيرين. دونك عندنا هنايا غادي نديرو 100 غرام. هادو غنديرو فيهم جوج اشكال، غنديرو بلي زاموند ديفيلي بلي زاموند كونكاسي، وغادي نديروهم ب زنجلان بيض. دونك عندنا غنديرو 100 غرام
100 غرام ديال لي زامون دي فيلي كونكاسي، غنديرو فوقهم 100 غرام ديال سكر فلورونتان. هاد السكر فلورونتان هو باش يخدمو به بزاف التوانسة. دونك كاين عند زكي اللي تعرف زكي في الرباط، هانتوما شفتو هاد السكر كيفاش داير. سكر فلورونتان تتباع نص كيلو ب 700 ريال. فوالا، وما خصوش يضربوا البرد، خصو ديك الساعه يتغطى. دابا انا غنخدم به بعدا هادو، وعاد هو داير هانتوما ما عرفتش كيفاش نشرح لكم كيفاش داير. داير بحال الكوك رقيق، الا طحنتوه رقي وق بحال هكاك. دونك تنخلطو مزيان هكذا، والفران تيسخن على 150 درجه، وغادي نعمرو به هاد لي مول. تاخذوا دو مول بحال هكايا، انا خديت هاد الشكل هذا، والجنجلان خديت له هاد الشكل. دونك غادي تعمرو هكذا، خاصكم تعمروه بزاف. دونك هكذا انا غنعمر ونتلاقاو دابا. دونك هادو هنايا درت الزنجلان بيض نفس العبار طون بور طون. دونك مع هذاك السكر فلورونتان، دونك غنعمر لي مول بنفس الطريقه، وغنخشي كلشي في الفران على 150 درجه، وغادي نوريكم العمليه الثانيه اللي غادي نديرو فيهم. دونك انا غنخشيهم دابا، غنعمرهم ونخشي كلشي في الفران، ونتلاقاو دابا باش نوريكم شنو غنديرو ليهم. دونك هنايا هانتوما من بعد ما خشيت هاد السكر فلورونتان و هذا سميتو، خشيتهم واحد 10 تاع الدقائق. دونك تنحصلوا على عجين بحال هكذا. دونك تنديروا لهم، تناخذوا هذه بحال هكايا، اولا تنديروا يدينا في الماء بارد وتنديروه هكذا، تنديروهم بحال لي طارتولات، تنصوبوهم. تنطلعوهم هكذا وتنعاودوا نخشيوهم مازال في الفران. انا هانتوما هادو ديال الزنجلان، هنا دغيا بالخف قبل ما يبردو خشيوهم هكا. غديرو ليهم هكدا، وغتعاودو تخشيوهم في الفران يتحمرو. دونك انا نكمل هاد العمليه هادي ونخشيهم في الفران ونتلاقاو هنايا. بالنسبه لهادو اللي درنا بداك لو سوكر فلورونتان، ها هما تنحصلوا على شي حاجه بحال هاد هكذا. دونك عندي هنايا شوكولا اولي اللي غادي ندير فيه معلقه ديال البراليني، فوالا درت جوج معلقات صغار، باش عطيني داك لوكو ديال البراليني. شوفي ديك السطيلة ولات نوازيت فعلا، إلا كحلت شي شوية فعلا.
دونك نحركو مزيان. زيدو شويه ديال هذا سميتو البخالينه الا بغيتو زيدو تعطي لو كو زوين مع الشوكولا ولي. انا غنزيد معلقه اخرى دونك خلطو مزيان وغادي ناخذو معلقه غادي نعمروها غادي نعمرو هاد لي طارتوليت بها كدا. صدقوني هادو تيجيو فنين تيجيو رائعين بزاف عاد. دونك غناخدو هاد لي بوافغ السير بوافغ وغديرو هكدا. المهم انا غنعطيكم ليدي وانتوما كل وحده اشنو دير. فوالا صافي غنحصلو على شكل بحال هذا. دونك انا غنكمل هاد لي طارتوليت هادو ونتلاقاو. دونك هذا هنايا بالنسبه لهادو اللي درنا باللوز. دونك عندي شكلاط بيض ها هو اللي ذوبتو. دونك غادي نزيد فيه معلقه نورمالمون حتى هو تزيدوا فيه معلقه ديال البخاليني. انا باش نغير ليغو انا زدت فيه معلقه ديال املو ديال كاوكاو. دونك هكذا تنحصل على لون بحال هذا. هانتوما شوفوا اللون تنحصل عليه بحال هذا. دونك وغادي نعمر. عطيني معلقه بنتي هكذا. هكذا وغادي انا دايره في الفران شويه تاع لي زاموند كونكاسي تحمرو. دونك غادي ندوزهم هكذا من الجناب شويه غندوز شويه تاع لي زاموند كونكاسي ونخلي الوسط احفاء هذا سميتو بين هذاك الشوكولا. دونك غادي نشدهم هادو غادي نديرهم في لي كاسيت. غادي ناخذ لي كاسيت غادي ديروا ليهم هكذا. هاد لي كاسيت اللي تيكونوا شويه قاصحين دونك هكذا. هادي كبيره عليها دونك بحال هكذا. هادي غديروها في هادي هكا هكدايا في هاد لي كاسيت. والاخرين غديروا ليهم دي كاسيت هادو الصغار هادو. هادوك هاد الشكل هذا. دونك انا غنكملو الديكوراسيون نتلاقاو. دونك هنايا انا غنبدا معكم لابريكوتيي. الوغ لابريكوتيي لاباتا فينونسيي وغنديرو لافارس. وهاد لابريكوتيي تقدروا تخدموا به البرقوقه وتخدموا به المشماشه. دابا انا غنخدم معكم المشماشه وانتوما خدموا حتى البرقوقه بنفس الحاجه. الوغ هنايا عندي 30 غرام ديال الزبده 30 غرام ديال السكر سنيده و 60 غرام ديال الجلوكوز. غادي نديرهم دونك نعاود معكم 30 غرام ديال الزبده 30 غرام ديال السكر سنيده و 60 غرام ديال الجلوكوز. غادي نديرهم فوق البوطه حتى تذوب ليا الزبده والسنيده وغنزيد عليها 200 غرام ديال المشماش يابس اللي طحنتو. 200 غرام ديال المشماش يابس مطحون. دونك نتلاقاو دابا. دونك هنايا من بعد ما حيت لافارس ها هيايا تنحصلوا على اون فارس بحال هادي. غنخليها تبرد وغنضيف ليها بعدا شويه ديال لاغوم ديال الليمون
شويه دي لا تنسي نخلطو مزيان دونك صافي وغادي نخليوها تبرد الا ما نوجدو لاباري فينونسي. بالنسبه لاباري فينونسي عندي 30 غرام ديال الدقيق، عندي 32 غرام ديال بودره اللوز، عندي 85 غرام ديال السكر كلاسي. غنخلطهم كلهم. بغيتو ديروا قبيصه تاع الخميره ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش. دونك عندي 45 غرام ديال لو بور لي دوبتو نوازيت وزدت عليه واحد المعلقه صغيوره ديك المعلقه القهوه ديال تريمولين، وعندي 75 غرام ديال البيض تاع البيض. دونك غادي نخلط هذا الشيء كله، غادي نخلط النواشف وغادي نزيد عليهم البيض تاع البيض وغادي نزيد عليهم الزبده مع التريمولين. الفران مسخن على 150 درجه دونك لافارس ديالنا راها بارده. نحصلوا على خليط بحال هكذا. دونك غادي نضيف عليه الزبده ولا تريمولين. هاد لا تريمولين اللي ما عندوش يستغنى عليها، ولكن هي تتعطي واحد الخفه الا درتوها في لو كيك او في لي فينونسي، سورتو لي فينونسي تتعطي واحد الخفه. دونك فوالا هكذا. ونورمالمون لي فينونسي خاصكم تخليوهم يرتاحوا، انا ما عنديش الوقت باش غنخليهم يرتاحوا. دونك غادي نديرهم خاص قد ما هما خليتهم ترتاحوا قد ما الخليط تعقد. دونك انا غنديرها واحد شويه في الثلاجه على ما يسخن لي الفران على 150 درجه ونتلاقاو. دونك هنايا دونك غادي نعمروا ليمون النص هكذا. هلا وغادي ناخذ لا فارس دونك عمرنا النص بالمعلقه ديال لا باتا فينونسي. دونك غادي ناخذ لا فارس غادي نديروها هنا من الفوق وانا قلت لكم هذا الشيء ديروه حتى بالبرقوق يابس. تجيو هائلين هادي ديال المشماش والبرقوق، يجيو زوينين بزاف ولداد. دونك نكمل نغطي
دونك هكذا انا غادي نكمل اديروا لهم هكذا تقادوا لا بارس مع لا بات تغطيو هكذايا وغادي نخشيهم في الفران 150 درجه حتى نشوفهم تحمروا ونحيدهم دونك نتلاقاو ان شاء الله. بريكوتي ملي تطيب تنخليوها حتى تتبرد وتنديموليوها هكذا وتنديروها في كاسيت هكذايا اون كاسيت وتنحطوها حتى هي في البلاطو دونك بهذا الشكل هذا. دونك دابا انا غنحضر البلاطو ديالي نوجدو ونتلاقاو. دونك الحلوة ديالنا بريستيج هي هادي. دونك هادو لي فوج، هادو لي فوج شوكولا، هادو لي ديليسو اودات هما هادو، هادو لي غون بالشكلاط والنوكا، هادو لي سابلي لي درتهم في لي مول، درت ليهم الزنجلان واللوز كونكاسي، هادو لي درت ليهم الزنجلان بيض، هادو لي درت ليهم لي زاموند كونكاسي، هادو دوك لي غون، هادو اللي لاصقت بجوج خديت وحده منهم لاصقتهم فوق النوكا ودرتهم كلهم فوق الصابلي فوالا. وهادو هادوك اللي درت معاكم بلي سكر فلورونتان، هادو بسيزام بلون وهادو باللوز كونكاسي، هادو تيجيو رائعين بزاف عاد. وهادو لابريكوتي، هادو هذا سميتو الفينونسي اللي اللي باللابريكو قلت لكم ديروه حتى بالبرقوق. دونك البلاطو ديالي بريستيج تنتمنى انه يعجبكم و فريمون راه طوب رائع بزاف عاد. تنتمنى الا درتوه راه بتحمير وجهكم، تنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم.